تلعب أمسية اليوم ثلاث مباريات مقدمة عن الجولة 25 للرابطة المحترفة الأولى موبيليس والخاصة بالأندية المعنية بالمشاركة القارية الأسبوع المقبل، أين يستقبل وفاق سطيف شبيبة القبائل في قمة الجولة، بينما سيتنقل اتحاد العاصمة إلى بلعباس فيما ستكون المنافسة على أشدها في مؤخرة الترتيب عندما يستقبل أو تستقبل النصرية مولودية العلمة على ملعب 20 أوت بالعاصمة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل إسلام بقرع. عقب طي صفحة نصف نهائي كأس الجمهورية تتجه الأنظار أمسية الثلاثاء إلى ثلاث مباريات مقدمة من الجولة 25 للبطولة المحترفة الأولى موبيليس، والبداية ستكون بالقمة المنتظرة بين وفاق سطيف وضيفه شبيبة القبائل على ملعب 8 ماي، لقاء يسعى فيه النسر السطيفي إلى استعادة نشوة الانتصارات بعد تضييع التأهل إلى نهائي كأس الجمهورية على يد مولودية بجاية نهاية الأسبوع، والهزيمتين المتتاليتين اللتين تلقاهما أشبال المدرب خير الدين ماضوي ضد كل من مولودية الجزائر وجمعية شلف، فيما ستكون الشبيبة أمام حتمية الفوز لتفادي حسابات السقوط والدخول في المنطقة الحمراء. مواجهة أخرى ستجمع بين متذيل الترتيب نصر حسين داي بمولودية العلمة المتألق في رابطة أبطال إفريقيا والعائد بنقطة ثمينة أمام اتحاد العاصمة، غير أن تألق البابية في البطولة القارية لم يعكس في الرابطة المحترفة الأولى باعتبار أنها تصارع من أجل البقاء ضمن حظيرة الكبار، فيما لن يكون الحال مغيرا بالنسبة لأشبال المدرب مزيان إغيل المجبرين على عدم تضييع أي نقطة فيما تبقى من جولات لاسترجاع بعض الأنفاس والخروج من ذيل الترتيب. بينما سيكون اللقاء المتقدم الثالث بين صاحب المرتبة 13 ب29 نقطة اتحاد بلعباس وصاحب المرتبة الثالثة اتحاد العاصمة في لقاء سيسعى فيه أصحاب الأرض إلى إبقاء النقاط الثلاث ببلعباس وإخلاط أوراق بطل الموسم الماضي الذي يعاني من مشكلة تذبذب النتائج هذا الموسم.